السلامة. السلامة. لاباس؟ الحمد لله. فما ظاهرة جديدة معناتها هيك استفحلت في المجتمع، وإنه المرأة هي اللي تضرب الرجل، رأيك في الموضوع؟ والله تو ممكن قلبت الآية، تو الأغلبية نشوف يعني ما نعرفش البنات يعني ممكن أكثر معناها ولوا عاملين أكثر من الرجال، ما نعرفش فيش ريتهم عاملين؟ يحكي بأمان الطفلة برجولية، مانيش عارف شكون فرعس البارامتر بتاع البلاد بتاع الدنيا، مانيش عارف كيفاش تفرعس البارامتر هذي. تو معناها بالرسم ما نعرفش للرجال تخمثت ونساء سرجت، مانيش عارف معناها ما نعرفش. وين المشكل الراجل يقول أمان؟ مش حكاية أمان يعني في سيل فو بلي ما نعرفش، فما يلزم يتكبسوا ما نعرفش كيفاش بالضبط، أما نحس يعني نساء تول المرأة ولت غلب الراجل، الراجل ما عادش عنده كلمة. مكبوسة أكثر تقول أنت؟ مكبوسة أكثر وزاد لقيت حريتها وزاد برشا حاجات يعني وفروا لها كيما نقولوا الدولة معناها ولت الحقها مع المرأة. عطيتها برشا حقوق. برشا حقوق يعني. هي حقوقنا هذيك. نعرف. اكتسبتنا. ايه اما ما تجيش يعني ما نعرفش تعلي صوت على رجلها ولا على صاحبها ولا تضرب رجلها ولا تضرب هاو الرجل ساعات يوصل يمد يده على مرته على قبلك الضرب عهد العصر الحجري هذيك مشاك الضرب واحد ومشاكل، اما تو كي نشوف يعني برشا معناها البنات ولت عامله الفتك باكثر وضوح، عامله الفتك اكثر من الرجال، المراه تو ولت ما نعرفش اكثر من الاولاد. تقول انت معناها تطالبوا زيد انتم رجال تتكيف الرجل يتكيف هي تتكيف ويسكي معناها هو راهو التدخين مضر على الرجل وعلى المراه. هي نعرف التدخين اخويا هذيك هي حريتها، هي حره تتكيف تعري ما نعرفش تعمل هيك حريه، اما فما نطاق محدود يعني ما نعرفش كيفاش نفسر لك. طالبوا معناها بوزاره للرجل كما وزاره المراه طالبوا بوزاره للرجل. ممكن مش ما ترجع لكم شيء حقوقكم وحرياتكم زي شنو هي حقوق دول موجوده الحقوق والحريات. انت تتكيف تقدم كاميرا، كان جات مرات تتكيف تقدم كاميرا راك قلت كيفاش؟ هي مش كيما الرجل كيما المراه. علاش الفرق؟ مش كيف مش كيف لو انت كيف كيما المراه كيما الراجل مش كيف. مش كيما المرأة كيما الراجل في برشا حاجات نحكي لي تو والله تكيفت وقلنا ميسالش، عرت وقلنا ميسالش، تتناقش هي والراجل وتضرب وتعمل فيهم الكل وقلنا ميسالش، ما فما زاد احترام فما ما نعرفش، وتقول لك تونس ما فيهاش رجال، لقيه الصحة في داركم أنت الراجل وبعد تقولي تونس ما فيهاش رجال. خاطر انت تخرج هكاك سبحان الله اذا كان باباك ما يحكمش فيك ولا اخوك ولا مانيش عارف تلقي راجل في داركم الصح ومن بعد نساء شنو تلقي هادي تو تقول لك ما فيهاش رجال تونس بالطبيعه مادام بالك من الرجال بيدهم يعني الرجال اللي عرفتهم خايبين هي وين حطت رجلها سماح هي وش تحب تخالط تحب تخالط المصلحة تخالط تحب تتبع الفاسد تتبع والطفلة ما نعرفش يعني ولدوا يقمروا في بعضهم يعني أكثر من الحساب شوف صاحبتك كيفاش تعمل هي تعمل كيفاش تلبس هي تلبس يعني ما نعرفش ما عادش عندنا دين جملة تحس كي تشوف كيف هناك تحس روحك في فرنسا تحس روحك ما أنا مش عايش في تونس جبل تحس روحك عايش ما نعرفش خدمكم انتم تطمحوا انكم تمشيوا لفرنسا وتمشيوا لبرا هاكو جبناها لهون حاجه شجع في تونس ايه انا جبناكم فرنسا لهون باخلاقها بحريتها ايه فرنسا تو ممكن ابرك واسر شوي استر معناها اسر بالطبيعه اسر تو ولو تو هاك تشوف يعني انت ماكش انت تعرف تشوف يعني كيف كيف تو احنا والفرنسيس كيف كيف نحن وفرنسا كيف كيف ما فماش حتى فرق ما بيناتنا هم يتكلموا فرنسي ونحن نتكلموا عربي